الزمن. صحيح يوم قالوا ما منك أمان، الذل العالي وتسعد الواطي. فينك يا ناصر؟ فينك؟ الأيام تروح وتجي وانت بعدك مسافر. كلهم يقولوا سفرك طويل، سفرك ما له قرار. يا ترى بك أحلى عيوني المشتاقة بشوفتك. يا زمن تبعد الحبيب وتقرب الغريب، 15 سنة. محتار ما يسوي طول. أوين يقول إن الماي قليل، متى يفكر إنه باغي يحفر طول غيرها وباغي يجيب ثورين. خايفة، خايفة العزيمة تروح والأمل يضيع والأرض تصير بور والكل يشمت فينا. ما عاش ليش مثل أولاد ناصر بن سالم ولا في هذا البيت. بس يا نادر محمود يفكر فينا شوية، ولا يفكر في أخو سالم. كانت الأرض ما بتضيع ولا بيحتار سالم في زراعتها. لكن يا خسارة يد وحدة ما تصفى. خايفة من الأيام تخلي الواحد اثنين وتقسم الدار دارين. خايفة. السلام عليكم. الوقت أقوم أسجد لك ما يتغسل في وجهك. تعبت يا الوالد، تعبت. الأرض ما راضي تعطي وتحد علي، ولا واحد راضي يساعدني. حتى خالي ما راضي يداري معي الارض ولو بالبشورة. تعال غسل وجهك. تعرف الوالدة، اصعب شيء ان الواحد يحس بالغربة وهو في ارضه، مع اني مرزوز فيها رز مثل النخل اليتيم في حجرك. زين ولد الحلال اتركها، خير الله موجود في كل مكان، ما لازم بس في هذه الارض. البحر قدامك، يا ناس عاشوا من البحر وخيرات البحر. لا تقتلوا ناصر، ترى ناصر بيموت يوم الارض بتترك. لكن الواقع كنا جالسين نزرع في البحر. انتوا اثنين يا اولادي، انتوا اثنين. من حمود؟ يا ليته يفكر زين. اي صحيح، وين حمود هذه؟ ليش ما فيها اهلته باقي؟ وانت تحسب يقاوي البيت من وقت؟ هذاك ما قال يوم كنت جوعان. هذا لازم حد يقدمه هذا الولد. لا ابوي ابو ما تأدبوا الحاجة، ما قاية تأدبوا العصا. انا بأدبه انا. سمعتوا مني؟ عليكم الطاعة. واللي يطيعني لا طيبة الخاطر. سمعتوا مني؟ نعم. ما ابغى منكم عاد الا انكم تصافون، واحنا كلنا قلوبنا صافيه بيضه الحمد لله. ها سلم ابوي. سلم سلام لله. سلم. وعندك مفروض ناخذ منه نقول سلم سلام لله. لا بس ما حد. كيف ما حد؟ كلم نفسك كيف وكيف؟ ها؟ ابوي كيف ما يكلم نفسه؟ لا يحب هالايام. هذا يحب؟ ومن هاي عيشة الحظ اللي يحبها؟ آخر زمن كان واحدة ما موجودة. الله يجازم المضغوط. انزين انزين كمل السالفة كمل. أقولكم يا جماعة يعني هاي اللي بوصيكم عليه.
غوازي. يا الله، وقول عني اني انا بخيلة، ابوي طلع ابخل عني. شوف شوف هين خاشنهم، اسمي صحيح انه بخيل، لكن ما علي، خلي يجمعهم، ترى اخرة اللي يصير الحالي. بهذا الغوازي بتزوج، بشتري لي ذهب. بشتري لي بناقري، واشتري لي حقول، بعد ايش ايش ايش، ونقل ولبان وشاكليت. يلا عياد، استعد عياده، بلعب سن بلعبه، يلا ها جاتك. يلا ها 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 زين. والموضوع اللي خبرتك عنه اي سويت فيه؟ اي موضوع يا ابو مسعد؟ اسمك انك نساي يا سالمي، اسمك انك نساي. سر انت شغلك بعد ياسر، صنت وسمعنا سر. صدق ابو مسعد مو قاسه، وانت هنا يلا سير قبل الشاي ولا قهوه. سميك سميك. زين ابو مسعد، اي موضوع كنت تتكلم عنه؟ الارض ولد اختك يا سالمين. اوه يا ابو مسعد، صدقني مشاغلي واقده وما واحد تصير لهم. ما واحد ولا تتعذر يا سالمين. شوف قول لي بصراحه، اذا ما تقدر انا اقدر اتصرف معهم واتفاهم معهم، وفي الاخير طبعا انت الخسران عاد. ها يا ابو مسعد، انت عاد اعطيني فرصه. نعم انت تعرف سالم، سالم عنيد وراسه يابس، يبغى حد يسايره. مالك مالك، ما بلقى البيت؟ ان شاء الله في البيت ان شاء الله. محبوب لو سمحت اعطيني قلاس ماي. ماي محبوب، اعطى شربت. هذا الغالي ود الغالي، اعطى شربت يا محبوب. اه سلم، قول السلام عليكم، انا خالد جالس هنا. مالك ولا انت مالك؟ اسمح لي خالد، اسمح لي، يكفي اللي فيه ويكفي حمود مسيب راسي. مال حمود خير ان شاء الله. ما عليه يا سالم يا ولدي، بعد صغير أصلا يكبر شوية ويعقل. ما عليك ما عليك، إن شاء الله ما يهمك، بيعقل إن شاء الله باشر. اسمع خالي، إذا تبغاني أجي هالمكان لا تخلي الرجال يتكلم علي. أفا عليك يا سالم، أفا عليك، أنا اللي جالس أقول عنك أنت رجال فاهم وعاقل، وجالس أحاول نرد جمايل أبوكم الله يرحمه. أقول بعد إذا كان حمود ما يشتغل، أنا ناوي شغلة معي في الدكان إن شاء الله. مو قلت شغلة عندك؟ الظاهر نسيت نفسك ثانوي. ايش قصدك من هذا الكلام يا سالم؟ سالمين؟ عاجبك كلام ولد اختك هذا؟ عاجبك؟ يا ولي يا ولي، استهدي بالله، استهدي بالله، الرجال باغي مصلحتكم، مالك انت كذاك؟ خبره قول له. ومو يشتغل عندك ها؟ يشتغل بشكار؟ اسمع، الولد عنده ارض وارضه اولابه. انت فهمتني غلط يا سالم، انا شغل ود ناصر بشكار معي عشان الله حشا. والله لو نموت جوع ما اشتغلنا عندك. عنيد هالمخلوق، عنيد عنيد عنيد، طالع كم ابوه. ايه ناصر، ايه لا اله الا الله، عنيد هالولد. يا عم يقبضني كان لو قبضني يقتلني كان يقوم بنوصل في البيت. اي نعم. حمود هذا اكيد ورا سالم. عقب الليلة تعشى، سير ابوي سير سير، شوفي عرينا بجوع سيري.
ما شاء الله عليكم يا الاولاد. حمود حمود طلع على الاقل تاكل لك لقمه. ابوي ما ابغى شيء ما ابغى شيء ما ابغى شيء، خليه هذاك يقعد، ما ابغى شيء ما ابغى. نزلت هو ما حد، تعال اطلع برا. خليه على حاله، لا تجلس تحايلي ذا البطران، خليه بعدين يوم بقرص الجوع بيحس بقيمة التعب والشغل. شغل شغل شغل، هلكتوني بالشغل، عذبتوني بالشغل. بالله عليكم انا من قالكم اني ما ابغى اشتغل؟ انا باغي اشتغل ونص، لكن في الارض هذه وحدي ما ابغى اشتغل، مو تكلفوني. عجب هين باغي تشتغل؟ هين يلي ما نحصل لك والي وليك، هين باغي؟ هين باغي اشتغل ابوي، انا مدبر شغلي، انا حمود ما العب ست انا. وهين؟ عند ابو مسعد. مسعد؟ من ذا مسعد؟ ايه يعني هو معنا من البلاد؟ الوالدة مالش الله يهديش، حد ما يعرف ابو مسعد؟ ابو مسعد انسان معروف في البلد، وابو مسعد هو ثانوي. ثانوي؟ ثانوي؟ يا خسارة. بشتغل مع ثانوي، بكرة الصباح اصبح مع ثانوي، فهمتوني؟ لا حول ولا قوة. تعال ابوي تعال، تعال اسمع اخوك، تعال اسمع اخوك ايش جالس يقول. تعال سالم تجيت اصير اجيب لك عشاء. عمتي تعالي. لا 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 تجلسي تحجزي عنا ذا الحف. خليني اخبر عليه اخوه حتى يعرف زيوار بخته ويعرف قصته. خليني. عمتي شيء اللي صار صار خلاص، ماشي داعي. مو هناك، خبروني ايش اللي صاير، خبروني فهموني ايش اللي صاير، تركني اللي فيه. ماشي كيف ماشي، كيف ماشي تحايزة عنا، كيف ماشي. سمعني، ود ناصر بن سالم باغي يشتغل عند ثاناي. ثاناي حمود هنا هو تو. حمود ود ناصر بن سالم باغي يشتغل عند البشكر ثاناي. ثاناي لنا نعرف إلا لا أصل ولا فصل ولا أعرف إيش من الطبش. بعدني أتذكر ذاك اليوم يوم جاي ون بقصابينه، بعدني أتذكر وما نسيانه. زوينه يصير ابوي يصير يشوفه من مع الباب. هيا والله ابوي، هيا والله بنجيب لك شاي. يا الله يا محبوب انك ورطني. هذا ما صار سمك حشو، ساعتين سارق يجيب سمك، هذا سارق كنس كراب ما سارق يجيب سمك. هيا والله ابوي، هيا والله بنجيب لك شاي. تجيت ساعتين سارق يجيب سمك، ساعتين. هينو السمك هينو؟ الله يسلمك. انا كنت هذا هين السمك قبل. ابوي خلينا افهمك، انا قبل هاي صاير مو بتفهمني، بتقول ان شلوا منك الغوازي ماك ذاك. لا 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 ذي الكلام ما يمشي علينا محبوب. هين السمك هين ابوي، هذا غوازي عندي معك. خلينا افهمك قبل. زين قول. ولد الحلال ما قد بمشي اجيب سمك. زين قد مره بطوف على بيت سمجك ناصر بساله من كان يبي سمك ولا شيء، ويوم صرت اشوف ناس ايش كثرهم كذاك، كلهم قدام البيت قدام الباب متكاثرين. ناس واقفين متكاثرين قدام الباب. محبوب مو صاير هناك خير؟ عجب عجب نام
والله رجال من دلمك كله دمان، لو تشوف انت بتقول هالباب يحيى. وخلاف؟ مو خلاف. صار جاي ناصر قال يلا تعالوا تشابلوا تشابلوا، طلب ان دخله داخل، دخلناه في البيت وانا جيت عنهم. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا ناصر بيورط عمره في يوم من الايام، نعم بيورط عمره. اقوم اسير اشوف هذا رجال من؟ ولا خبرك؟ اسير لهم بالليل نعم. عند الرمسة. ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم ابويا علي. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة بالله، ايش فعلا مسوينا فيك؟ يا الله يا الله يا الله. لا اله الا الله، اكبر عليهم، ظلام الله ظلام. يا الله لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي باس ماشي باس ان شاء الله، ماشي باس، غاب الشر غاب غاب، بعد هاي كمودة ذا بيسوي بخير واحسن ان شاء الله. يا الله جزاكم الله الف خير، ما قصرتوا. لا اله الا الله، تعبتكم معي. يلا 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 اخوي، شوي شوي علي. يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ماشي باس. يلا شوي شوي علي يا اخوي. بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. يلا ان شاء الله بخير ان شاء الله، بيغيب الشر بيغيب. يلا يلا يا الله يا الله. مرحبا ابوي. الغريب بعده عندكم ولا سار؟ اكيد في الصفه. هذا كما تسمع الا حسه مسكين مستأذي من يوم جاي، والصغير مسكين خيفاني. لا حول ولا قوه. خير خير الشمك خير. جزاكم الله خير، ما قصرتوا. اخ تعبتكم معي، هذا الواجب يا اخوي، الواجب ولازم نسويه. كأنك مضروب. يا سالمين يا سالمين، خلي الرجال يرتاح، ماتوا خلاف نعرف منك كل السالفة ما الحين. خلي يا أخوي يسأل، أنتوا باين عليكم ناس طيبين، ولازم أقول لكم الحقيقة كلها. يا الله يعني مضروب ما كذا؟ سالمين بعدين يا أخوي بعدين، ما لك أنت؟ لو كان على الضرب أهون يا أخوي، لكن حلالي ومالي كله راح. أخ وكان عندك فلوس وانسرقت بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله، تو مالك أنت؟ كلام صحيح كلام صحيح يا أخوي، غوازي انسرقت. كيف تنسرق غوازيك وانت ما شاء الله كلك شدة وعدة؟ ها؟ وإيش تفيد الشدة والعدة قدام الكثرة؟ وأنا مكسور الجناح، غريب وحيد. يا الله يا الله يا الله. غريب وحيد ها؟ يا الله. ما دام تعرف انك غريب وحيد مو يطلعك من بلاده. الحاجة الحاجة، ومثل ما يقول الحاجة سودة الوجه. اخ يا اخوي اخ، يبست الارض وشح المطر وبعت الحلال والمال، وقلت اسير اشوف رزق الله. اخ البلاد نهش الجوع، استوت مثل الشاه المذبوح على سفرة الذياب. يا الله يا الله يا الله. حل مو جالس تلف وتدور، ليش ما تقول انك انسرقت في شيء من السيوح؟ كلاب السياح يا اخوي ما ترحم. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لصوص هذا لصوص؟ اي نعم. يا الله ما رحموا وحدتي ولا قدروا سعي وغربتي، خذوا كل اللي عندي. يا الله ما خلوا الا عظمي، عليه جروح السكاكين تنزف. يا الله ليش تلف وتدور؟ بسك بسك من اللف والدوران، قول انك مسروق في شيء من السيوع. لا حول. سالمين سالمين مالك انت تو؟ ايش جايب انك انت؟ ايش جايب؟ خبرني ايش جايبني؟ ما جايبني غير خوفي عليك يا ناصر. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا ضيفي يا سالمين ضيفي. يا الله يا الله يا الله.
يا ريت يا ريت ناصر سمع كلام اخوي سالمين.